أعزائي طلبة الثاني متميزين، نكمل الآن chapter 7. وصلنا إلى الموضوع الآخر وهو image formed by two plan mirror، الصور المتكونة أو الصورة المتكونة بواسطة مرآتين مستويتين. If two plan mirror are placed side by side so that they make an angle to each other. حنترجم الكلام، نقول عند وضع مرآتين مستويتين بجانب بعضهما بعضا تتكون زوايا لبعضها البعض وتتشكل الصورة في المرايا بسبب الانعكاسات فيما بينها. إذا وجود هذه الزوايا بين الصور يؤدي إلى بين المرايا يؤدي إلى تكون عدد من الصور نتيجة الانعكاسات فيما بين هذه المرايا. لو هنالك سؤال يتبادر إلى ذهن الطالب، لماذا تتكون عدة صور في حالة وجود زاوية بين المرايا؟ الجواب بسبب الانعكاسات فيما بينها. إذا هنسأل السؤال why a lot of images form in the mirror are placed side by side so that they make an angle to each other. هذا هو السؤال، لماذا تتكون عدة صور في حالة وجود زاوية بين المرايا؟ الجواب because of the reflection between them، بسبب الانعكاسات فيما بينها. إذن هذا التعليل، هذا هو جوابه. لو أردنا نعرف ما هي عدد الصور المتكونة في المرايا المستوية، the number of images depend upon the angle between the mirror، يعني عدد الصور المتكونة في المرايا المستوية يعتمد على الزاوية بين المرايا. والعلاقة الآتية راح توضح لي هذا الكلام. فلو اعتبرنا عدد الصور هو n، n عدد الصور راح يساوي لي 360 over ثيتا الزاوية بين المرآتين ناقص 1. على اعتبار ثيتا هي الزاوية بين المرر الأولى والمرر الثانية. أعيد العلاقة، n عدد الصور راح يساوي 360 على ثيتا ناقص 1. هاي العلاقة راح نحفظها ونجي نطبقها بالإكسرسايز. هذا إكسرسايز خارجي بسيط، موجود عندنا عدة زوايا راح ناخذ. أنا ما راح أخذ، ما أخذت لكم عند كل الزوايا، أخذنا بعض الزوايا. If the angle between the mirror، هذا طبعا موجود مثل ما قلنا بس مو كل اللي أخذناه، ما تكون الزاوية 90 وتكون الزاوية 0. What is the number of images، ما عدد الصور، ما تكون الزاوية 90 ما تكون الزاوية 0. نطبق هاي العلاقة نفسها، الان هي 360 على الزاوية ناقص 1، 360 ناخذ الزاوية الأولى 90 ناقص 1، 360 على 90 هي 4 ناقص 1، إذا 3 صور يطلع لي عدد الصور من تكون الزاوية 90 3 صور. بالحالة الثانية آخذ الزاوية 0، إذا أطبق العلاقة 360 على الزاوية ناقص 1، 360 على 0 ناقص 1، يطلع لي الجواب ما لا نهاية، أي كمية غير معرفة، أي ممكن أن تتكون عندي ما لا نهاية من الصور انفينيتي. هذه هي نهاية الفصل السابع Reflection and Plan Mirror.